قال شو هاي الخلطة رح ترجع لك ذاكرتك؟ بس أنا مستحيل اسمح لهذا الشي بأنه يصير. أنا لازم أربح هاي المعركة. وقبل ما توصل هاي الأعشاب لعندك، فاميكا بتكون صارت عندك وخلتك توقع على الأوراق، وبنخلص من القصة. شو؟ شو عم تعملي هون؟ انتي شو عم تعملي هون ماما جاية؟ كريشا، انتي هاي الخلطة من طبيب الأعشاب ترجع له ذاكرته، أنا متأكدة وبتشفيه كمان، صدقيني. بس بظن أنت ما بدك هذا الشي يصير، أنت ما بدك إنه بابا يطيب، مو هيك؟ لهيك ما بعرف شو الشي اللي كنت حضرتك عم تضيفيه للخلطة. معنات هالشي إنه الشعر اللي التقى بالأبو كان عن جد هالشعر إلك، ما هيك؟ ونتائج فحص الحمض النووي مزبوطة، يعني طلعتي انتي اللي سجنتي بابا الملك بالأبو المخفي كل هالسنين، ما هي؟ بس أنا ما بدي صدق، ما بدي صدق هذا الشيء. بس الدليل هلأ، الدليل واضح مثل عين الشمس. انتي طلعتي مو مثل ما بتبيني للناس، لازم تخجلي من حالك ماما جاية. ما عم صدق، ما عم صدق. كأنك عم تحاسبيني؟ انتي مانك أنظم مني. شوفي حالك قديشك عرفانة تلبسي هالقناع. فتي على القصر على أساس مساعدة وعملتي فخ وضحكتي علينا وخدعتينا كلنا وفوق لقطيني كمان.